ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، جهودكم واضحة في الفلوجة، واليوم أنتم تقدمون مساعدات جديدة في المدينة. هل لك أن تطلعنا أكثر عن هذه الجهود في مخيمات عمرية الفلوجة؟ نعم، بداية تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة قامت منظمة المنطقة الإسلامية بالتعاون مع رغبة أن تخوض الأرض بتنظيم هذه المخيمات عملية الفلوجة. المخيمات، هذه مجموعة من المخيمات تضم أكثر كانت هذه الحملة الأولى، الوجبة الأولى من المساعدات التي جهزتها المنظمات، وهي ضمت أكثر من 1350 سلة غذائية للعائلات الموجودة هناك، تضم العديد من المواد الغذائية الجافة والطرية ومختلفة لمساعدة هؤلاء النازحين الذين يشكون من نقص شديد في المواد الغذائية حسب ما سمعنا من شهاداتهم، وهناك نقص واضح في حاجتهم وفي المواد الغذائية التي لا تلبي حاجتهم. نعم. طيب، هذه المساعدات كانت بالتنسيق مع رابطة أئمة وخطباء بغداد، هل لك أن تطلعنا أكثر على الشراكات التي تقوم بها منظماتكم مع المنظمات الأخرى وأسبابها؟ في الحقيقة نعم، هذه الجهود كثيرة مشتركة تكون مع منظمات عديدة، من بينها هذه الأخيرة كانت مع رابطة أئمة خطباء بغداد التي شاركتنا مشكورة في هذه الحملة، وايضا من الجهات الاغاثيه التي لها باع طويل في ذلك، ايضا قسم الاغاثه علماء المسلمين، وهناك منظمه الفلوجه، وهناك منظمات عديده حيثما يمكن التعاون في تقديم هذه المساعدات للنازحين، فجهود متواصله والحمد لله. واي منظمه، نحن منظمة القرى الإغاثة الإنسانية فاتحة بعدها لأي منظمة يمكن أن تتعاون معها في سبيل تخفيف معاناة النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأي شكل من أشكال التعاون والتنسيق في سبيل مساعدة أهلنا النازحين الموجودين في هذه المخيمات التي لا تصد هذه كل. طيب، كيف كانت ردود الفعل بالنسبة للعائلات في المخيمات؟ عفوا، كيف كانت ردود الفعل بالنسبة للعائلات في المخيمات التي تلقت هذه الجهود؟ نعم، الحقيقة يعني كانت يعني ردود أفعال طيبة، وفرحوا كثيرا بهذه المساعدات، ولمسنا هناك يعني نقص وهناك تقصير واضح على صعيد الجهات الحكومية وأيضا على صعيد المنظمات الإغاثية الأخرى. يعني فرحوا كثيرا بهذا، أنه هناك من يتذكرهم في هذه مأساتهم التي يمرون بها، هناك من يقف معهم، هناك من يذكرهم في هذه المحنة التي يمرون بها. يعني نتمنى جميع المنظمات أن يبادر، ولا سيما نحن على أبواب شهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، شهر الكرم والجود والإحسان والصدقة، أن يبادروا إلى تقديم ما يمكنهم تقديمه لهذه العائلات النازحة وإطعام الجائع. هذه فضيلة كبيرة في هذا الشهر المبارك. المنسق العام لمنظمة أم القرى الإغاثية الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.